لك شوفي امي شبكي في بدي احكي معك ضروري هلا اذا بدك تحكي معي تضربيني بالمخده هيك امي اضربك بمسدس لو مسدس كان احسن لي شو بدك الصبح استعرضت رجولتك وقلعت مرتك برات البيت وانا ما نطقت بحرف لانك رجال البيت هون وحضرتك قلت انك راح تخلي هديك المره ست البيت علينا وكمان ما حكيت حرف امي انتي ست الكل كيف بدي خليها ست عليكي؟ قصدي بخليها ست على الباقيين امي مو صح شو نسيت؟ على أساس رجال وبتعملها بس الرجولة شي مختلف عن الأبوة كتير عملت كل هالاستعراض الرجولي وضليت ساكتة بس إذا ما رح تكون أب حقيقي ما رح يطلع بإيدك توقفني ولا تسكتني أبو شو هي اللي عم تطلبيها يا أمي؟ مو لألي روح قدمها لأولادك وهلأ شو المطلوب؟ احكي فيك تسألني أنا ليش ما عم يجيني نوم؟ ليش؟ بسبب تأنيب الضمير وليش عم يأنبك ضميرك أمي؟ قولي نحن اللي فرقنا قلب أسطان عن أمه ما؟ ليك شوف حالته هلأ لا تكرر هالشي مع عمر وزينب بعتهم بلعنات خليهم يروحوا يعيشوا مع أمهم أحسن الولد بيكبر من دون أب بس ما رح يكبر بلا أم هاي كانت وصية أبوك يونس كتب كل هالشي بوصيته هو وصاني فيها قبل وفاته قصدك إنه حالة قلب أصلاً مو منيحة وصار هيك لأنه ربيان بعيد عن أمه بس أنتي ولادك ربيتيهن معناها إذا حالة قلب أصلاً سيئة فحالة الياس مثلها كمان هو من قطاع الطرق خضر أنا ما استعملت صلتي كأم وتجاوزتك لهيك لا تفكر تتجاوزني لو قد ما صار عمرك